ظروف قاسية تلك التي يعيشها أهالي دوارت حمدة ببلدية يلل في ولاية غليزان، حيث يشتكي سكانه من نقائص تنموية عديدة كانعدام الكهرباء واهتراء الطرقات وغياب مياه الشرب. أنا في تي حمدة لهنا وتابعين للبوزيد نيميرو 2. رانا مخصصين الطريق، الماء ما كاش كاع، الضوء ما عندناش كاع، منعدم الضوء. المشكلة الأولى اللي عندنا المشكلة تاع الطريق. الطريق احنا هذه رانا نعانوا منها، راهي في طريق راهي في 70 عام من ساعة فرنسا. الطريق مكان، الماء مكان، الضوء مكان، تخشنا عيطنا صوالح. مطالب السكان لا تتعدى توصيل الكهرباء وتهيئة المسالك من أجل فك العزلة عنهم. المطالب تاعنا الأولى يصنعونا يخدمونا الطريق، الطريق رانا نعانوا منها بزاف بزاف. الضوء راه ينقطع لنا قول تقريبا يوميا. اليوم أصلا راه في سيمانة راه مقطوع. وزيد الأغراض الثالثة الماء، يوصلوا لنا الماء. نطالبوا في الضوء، في الطريق، في الماء. الضوء راه مقطوع في راه في ربع شهور ودي وين رمضان فايت رمضان في ربع شهور مقطوع الضوء ما شفناش. ويبقى حلم سكان دوار حمدة في توفير ضروريات الحياة وأمالهم معلقة على السلطات الولائية لانتشالهم من هذا الوضع، فهل من آذان ساغية؟